طبعا بالإضافة لعمر اللي قال نعم موضوع المسامير دي يعني بس ما شاء الله يعني لحق برضه ياخد يعني هو بدأ الأول في الجراج وما قالش بدأناه في الجراج بتاع العربيات يعني يعني ما سبتوش في يخش كده في الأول نعم يعني مسكها من تحت من الأول من تحت أنا عايز أقول حاجة بالنسبة للمشروعات القومية بالنسبة للمسامير المسامير دي يمكن إحنا أكبر مصنع أو من المصانع الموجودة في الشرق الأوسط اللي هي لازم يكون عندك بالظبط 11 بروسيس عشان موجوده. الصين كل مصنع فيه بروسيس يعني بروسيس مثلا لو يكون زي ما قال كده عمر بروسيس الغسيل بروسيس السحب بروسيس الجلفانه بروسيس التصليد ده كله احنا لميناه في مصنع واحد. المصانع دي بتتكلف بنيه تكاليف رهيبه بنيه تحتيه جامده وتكاليف ضخمه جدا. نعم احنا يعني خاطرنا جامد جدا برؤوس اموالنا للمصانع دي. احنا عشان نعمل المسامير اللي هي الصلب اللي هي الأربعة والثمانية 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 والعشرة والتسعة الأنواع المختلفة يعني الأنواع المختلفة الصلب اللي كانش كل كان الأول بكل ده بيستورد احنا كنا دولة بنستورده كانت انت فاكر حضرتك معالي فخامة الرئيس كان مرة كان قال في برنامج كده ده احنا ما بنصنعش المسمار ده من حوالي مثلا خمس ست سنين كان في لقاء كده احنا حطيناه في دماغنا انا والحاج فتحي قلنا احنا بتوع مسامير ازاي معالي الرئيس يقول الكلام ده فاحنا خدناها على يعني عاتقنا احنا لازم نصنع ده نصنع المسمار ده وجي فعلا زارنا في المعرض بتاع السنه اللي فاتت ووقف معانا في الاستاند مده طويله واتبهر قال الصناعه دي عندكم الرئيس هو نعم اتفضل قال الصناعه دي فعلا الصناعه دي عندكم نعم قال عندنا وانا قعدت افهمه ازاي الصناعه بقى مبسوط جامد جدا لغايه لما قال لسياده الرئيس استفسر عن ايه هنا؟ لا انا معالي الوزير كامل قال له فريق كامل قال له خد منهم طالما مطابقه لمعايير الجوده طبعا لقى مسامير كبيره وصواميل كبيره وكل الصواميل اللي هي قال دي بنفس لفظ كده قال لي دي مصانعكم قلنا له دي مصانعنا ده مصنع بالعكس ده احنا بنطور تاني فانا بقول هنا بالنسبه وفرنا فاتوره السيراد احنا دلوقتي كان الاول بنستورد بحوالي 120 مليون دولار كل مسامير مسامير 120 مليون دولار نعم حاليا دلوقتي لسه كان وزير الصناعه عاملين معرض لسه شغال اخره كان امبارح وزير الصناعه كان موجود ووزير الصناعه صديقنا صديقي يعني كان نائب سمير انا ما كنتش موجود ساب رساله قال الرئيس بيقول لسه في 20 مليون دولار تاني في السنه مسامير يعني وفرنا 100 مليون وفي 20 مليون دولار عايزين نوفر فاحنا بنوعده وبنوعد السيد الرئيس ومن هنا هذا البرنامج احنا مش هنسيب مسمار مطلوب في مصر هتعملوه الا ما نعمله لان احنا اوريدي احنا عندنا البروسيس موجوده اللي هي اصعب حاجه 100 مليون دولار في 100 مليون 20 مليون لازم تعملوهم عشان نوفرهم احنا بنوعد معالي فخامه الرئيس اللي احنا ان شاء الله احنا مش هنسيب ولا مسمار حد يستورده اي نعم احنا اتحاربنا كتير من المستوردين واتحاربنا كتير جدا من الدول اللي هي زي الصين عشان خاطر اللي احنا وقفنا كل التجار اللي بيجيب من الصين لغايه لما قالوا نصار فعلا مش عارفين يبيع حاجه في مصر منها لان احنا ما كناش بنكسب حاجه خالص نعم يعني يا دوب هامش ربح بسيط والله يمكن قد يكون ممكن يعني. نخسر كمان ليه؟ لان المسؤولين عملوا رباطيه علينا في وقت من الاوقات بس الحمد لله فكت الحمد لله ان هم ازاي مصنع زي كده واحنا بنكسب بال 3 4000 ولا 5000 طن وده مش هيكسبنا لا اشتري لا الصناعه دي وحشه لا الصناعه دي حلوه لغايه لما الناس اقتنعت ان احنا مهتمين بالجوده العالميه وعندنا المعامل بتاعتنا كلها مطابقه للمواصفات فهم اقتنعوا ان فعلا نصار خلاص ما ايه بتروح لمين دلوقتي؟ بتصدر لمين النهارده؟ احنا حاليا دلوقتي قبل ما نروح لعمر قبل ما نطلع فاصل يعني الحمد لله احنا دلوقتي بنصدر لامريكا بنصدر كل اوروبا بالكامل بنصدر لافريقيا عند حضرتك لامريكا اللي هو التيل الفرامل بالذات اللي هو ماتيريال تيل الفرامل ماتيريال تيل الفرامل يمكن اكبر مصنع في العالم احنا بنعمل ماتيريال تيل الفرامل الحمد لله اكبر ايه اكبر مصنع في العالم في مصر عندنا بنعمل الماتيريال تيل الفرامل الحمد لله يعني اللي هو بتاع سلك المواعين يمكن كنا احنا تاني مصنع في البرازيل احنا حاليا دلوقتي اول مصنع اكبر مصنع تاني مصنع على طول البرازيل نعم
الحمد لله يعني بالنسبه بتصدروا لامريكا بقد ايه تقريبا؟ احنا تقريبا يعني كل ترم مش اقل من 4 مليون و5 مليون دولار لامريكا لامريكا الحمد لله يعني. بتروح مين تاني؟ احنا طبعا يعني طبعا اوروبا كلها بنصدرها بكامل حاجه اسمها ستيل فايبر. ده الستيل فايبر ده بيتخلط مع الخرسانه مكان الحديد. عمر هيتكلم فيه دلوقتي. ده يعني بيوفر يعني 75% بالظبط من سعر الحديد، ويدي جهد اكتر من الحديد 10 مرات. نعم. للارضيات والجسور والمواسير ستيل فايبر. ستيل فايبر بمواصفات معينه. ده اللي معانا على الهواء. ده اللي شكله ده. هو ده؟ لا ده مسمار. ده مسمار. ستيل فايبر. ستيل فايبر. نعم. عباره عن زي المسامير كده رفيعه حوالي 0.70 0.80 بينتشر بيتغلغل كله في الخرسانه. عشان يتماسك مع بعض، يمنع الشقات الارضيات، يعني كل المطارات اللي موجوده انت شايفها دي كلها لازم يكون فيها ستيل فايبر. نعم. عشان تتماسك كلها الارضيه. طيب هروح لعمر عشان يتكلمنا.